انا كمان واناقش حضراتكم في النقطه دي. انت كمان على المستوى التكتيكي وعلى المستوى الفني فايلر كمان افادته جدا مباراه انبي في حاجتين. الحاجه الاولانيه ان لو ما كانش في دوري احنا شفنا امبارح يمكن بدا بطريقه 4 4 2 طريقه جديده شويه، ما كناش بنلعب باطراف لغايه الدقيقه تقريبا 31. بعد الدقيقه 31 بدا الملعب يتعدل شويه، في بعض التغييرات التكتيكيه اللي حصلت جوه الملعب بدا النادي الاهلي يستحوذ بشكل افضل وبدا يظهر شكل فني افضل. فانا من رايي الشخصي كمان ان من مكاسب مباراه انبي امبارح ان خلاص الجزئيه دي بدات تتعدل عندك جزء تكتيكي. لو ما كنتش قابلت المشكله ديت في مباراه رسميه كان ممكن تقابلها في مباراه مثلا في افريقيا. الكلام دوت برضو الجهاز الفني بيظبط الموضوع. كان نفسه يجرب حاجه، لا الموضوع ما نفعش فخلاص رجعنا للشكل اللي اللعيبه متعوده عليه. الجزء كمان اللي حضراتكم كلمتوا عليه ان النادي الاهلي كل مكسب ليه خلاص انت ان شاء الله بنسبه كبيره جدا جدا احنا ابطال الدوري، لكن كل مباراه بتكسبها وخاصه البدايه انك بتبدا بثلاثة بونت بتبعد اكتر عن اقرب منافسيك، وبالتالي كمان ثقه اللاعبين هتبقى موجوده في نفسهم بشكل كبير جدا. وبدايه مع فريق فريق شرس برضه عنده مجموعه من الشباب ولاعيبه متميزين ومدرب فاهم وواعي بيعرف يقود المباريات الكبيره، فكونك تبدا البدايه دي وتكسب انبي اعتقد انها خطوه مهمه جدا معنويا وبتديك دفعه كمان المباراه. انت حفاظك على اللقب للمره الخامسه على التوالي بيبقى هدفك الاساسي وانت الاقرب طالما انك انت ماشي بخطى ثابته نحو التحقيق. انت محتاج 5 6 انتصارات قدام كده البطوله خلاص قربت منك، لكن صحيح. كل الاهداف دي كلها وكل اللي بيتعمل ده حتى يوم 25 سبتمبر هو ده الهدف، هو ده العنوان الرئيسي اللي هو كل جماهير النادي الاهلي بتمني نفسها وفاينل نفسه بيحلم انه يعني يصل للمباراه النهائيه باذن الله تعالى من خلال مباراتين الذهاب والعوده ان شاء الله 25 و3 اكتوبر. دي اللقطه المهمه السنه دي. اتمنى ان شاء الله يعني طبعا يكون لعيبه حاضرين مقدرين حجم مسؤوليه الجمهور اللي مساند واللي داعم ومجلس اداره اللي بيقدم كل الدعم وجهاز فني على مستوى عالي. فاعتقد ان شاء الله باذن الله تعالى يكون في اداء في تحسن كمان عودة اللاعبين تدريجيا، محمد فتحي يدخل، رمضان صبحي مشكلته تنتهي صحيح. يعني ياسر ابراهيمي يخف، يعني بص كل ما المسألة تمشي ويتحسن وينضم يبدأ يتحسن جودة ايه؟ جودة المقدم من اللعيبة، جودة المعروض، وأكيد فايلر هيبقى حريص في الفترة اللي جاية على علاج كل السلبيات. ده كمان هيظهر لو قعدنا نلعب مباريات وديه مع بعض وحبيه، لكن يبقى في بطوله البطوله الرسميه البطوله الاولى في مصر ده شيء بيفيد كل الفرق وكل الانديه المشاركه.